هلا السلام عليكم. هلا يا جماعه، انا ياسين ورجعت لكم فيديو جديد. اول حاجه قبل بدايه الفيديو ذا باش نوريكم فيه شنو هما الحوايج اللي من المستحسن انكم تطبقوهم باش تصيروا ادمينات بكل سهوله في سيرفر نيو لايف رول بلاي. بالنسبه للعبه هذه هي جيتيا ار بي على التليفون وبالميكرو جراند الحياه الواقعيه على الهاتف مع ميكروفون. سيرفر للكل توانسه ولا عرب بصفه عامه، السيرفر مفتوح للكل. تنجموا تلقاو طريقه التنزيل في الوصف وتدخلوا معنا، مرحبا بكم. فما برشا شروحات في القناه نتاعنا على السيرفر هذايا، واي حاجه على اللعبه هذه باش تلقاوها في القناه هذه. دونك اهبطوا اعملوا لنا اشتراك، وهذوما احسن نصائح في الفيديو هذايا باش نوريهم لكم باش توليو ادمينات في سيرفر نيو لايف رول بلاي. حاجه قبل ما نكملوا الفيديو، الناس الكل نحبها تمشي للانستغرام. بالليل اللي حبيت ضربه نقول لكم على بالنسبه للي تراو فيه تويكا في الشات هذاك لونتي تشيت اسكوبار ريبيتير به، نفسر لكم حكايه اللي شفتوا السيرفرات الاخرين. انتم علاش تصبوا نيو لايف؟ خاطر تقولوا لي نيو لايف يبانيكم ما غير سبب به. علاه نيو لايف يبانيكم ما غير سبب؟ خاطر السيرفرات الاخرين يجيو للنيو لايف يعملوا تشيت يردوك انت تطير، نحسبوك احنا انت قاعد تطير، مبانيوك نحسبوك انت اللي قاعد تطير. دونك وانت ايش تعمل؟ انت تكرز من نيو لايف، تسب نيو لايف وتمشي للسيرفر اخر، تمشي للسيرفر اللي هو طيرك باش تسبب لك في البان. دونك حبيت جيست معني معلومه صغيره في قالب الفيديو، به سامحوني جيست حبيت نقول لكم المعلومه هذه. به بالنسبه للمسابقه اللي باش تصير في الانستغرام على قريب باش تبدا. المسابقه هي انك تعمل لي قلب على الصوره نتاعي وتعمل لي متابعه وتتبع ستوريات باش نهبطوا فيهم شكون الفائز في المسابقه هذه. باش يربحوا 5 من الناس فلوس في وسط اللعبه في وسط السيرفر هذا، باش يربحوا برشا فلوس، ينجموا يشريوا بها كراب، ينجموا يشريوا بها اسلحه، ينجموا يشريوا بها برشا حوايج. دونك كانكم ملتو ما تبعتوني على الانستغرام ولتو ما عملتولي قلب على الصوره نتاعي، امشيو للانستغرام اعملوا قلب على الصوره وتابعوني. ما نزيدش نطول عليكم اكثر من هكا، يلا خلينا نبداو بالفيديو. اول حاجه ما تحكي لي شيء، تمشيوا للديسكورد وتمشيوا لكلمه اربي رولز وتحفظوا الرولز هذوكم لازمكم تحفظوهم. رغم اهم حاجه انكم تصيروا ادمينات هي الرولز هذوكم. به تروحوا للديسكورد تدخلوا له، لازمكم ايضا مهم انكم تدخلوا للديسكورد، خاطر من غير ديسكورد من دون ديسكورد ما تقدروش تصيروا ادمينات، على خاطر احنا ما نحطوا ادمينات الا ما نشوفوك تتفاعل في الديسكورد، انك تساعد الناس في الشات، تساعد الناس في روم هيلب، انك تعرف اير بي رولز الموجودين في ديسكورد نيو لايف رول بلاي، انك تلعب في السيرفر، انك تحترم الناس، انك ما تقولش كلام بذيء، يعني ما تقولش كلام زايد في الشات نتاع الديسكورد. هذوما الحوايج كل يساعدوك جدا باش تولي ادمين، على خاطر هذوما اهم الحوايج. وفما زادة من اهم الحوايج انك تكون لاعب اكثر من 350 ساعه في السيرفر. اي شخص لاعب اكثر من 360 ساعه في السيرفر عنده فرصه انه يعمل تيست ادمين، على خاطر كي تلعب 350 ساعه في السيرفر ما هيش شويه، 350 ساعه برشا. دونك عندك فرصه انك تعمل تيست ادمين وتولي ادمين معنا في سيرفر نيو لايف بلاي. دونك كيفاش تلعب برشا في السيرفر؟ لازمك جيست تقعد في السيرفر تعمل ساين شيك، تركش تدخل عصابات، تخدم تشتغل، توصل ليفل 5 باش تدخل عصابه، تنجم تعمل برشا جو. وبالنسبه باش تدخل ادمين من اهم الحوايج انه تكون سمعتك حلوه، كما نقولها انك تكون ما تستعملش هاك، ما تستعملش امبوت. راهو الامبوت والهاك بصفه عامه راهم ما يساعدوكش اصلا انك تصير ادمين، رام حاجه ما تساعدكش باش انت تولي ادمين. دونك ابعدوا على الامبوت، ابعدوا على الهاك، احفظوا الرولز ار بي، راهي مهمه 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 جدا. اذا لعب انت اكثر من 360 ساعه احفظ رولز ار بي وعندك فرصه انك تعمل تيست ادمين، هذوما الحوايج مهمه باش انك تدخل للسيرفر ادمين. دونك ادخلوا للسيرفر، العبوا، ساعدوا الناس. لازمك ايضا تحاول انك تصير هيلبر قبل، لكن حتى اذا ماكش هيلبر عندك فرصه، لكن من المستحسن انك تصير هيلبر قبل. كيفاش تصير هيلبر؟ تدخل للديسكورد، كل ما يكون فما تيست هيلبر نهبطوا في الانونسمنت نقولوا انه فما تيست هيلبر، وانه تقدروا تعملوا ابليكاسيون تاع هيلبر، واذا تقبلتوا تعملوا تيست هيلبر، واذا تدخلوا تكون لكم فرصه احسن انكم تصيروا ادمينات. بالنسبه انك تصير ادمين تقدر تساعد في السيرفر انه يصير رول بلاي اكثر،
ومن وفما اشياء ما انك تحاول ما تعملهمش مثل الباور ادمين باش تستحفظ على الادمين متاعك وتطلع اكثر في الرانك متاع الادمين. دونك حاول انك تستحفظ عليها لما تصبح ادمين, حاول انك تستحفظ عليك الادمين. كما تشوف هذا ريان جهاش كان يطير هذا كطيروه هاكر من سيرفر اخر من غير ما نذكروا اسامي سيرفرات. دونك راهو حبيت نقول لكم انه بالنسبه للناس اللي قاعده تتبانى من غير سبب, راهو فما سبب انه نراو فيكم تطيروا ونعرفوا انه اللي فما شكون يطير فيكم. هذاك عليه ولينا معاش مبانيو ديريكت, قبل كنا مبانيو طول اللي نراو يطير ولكن مش هو يطير. كما تشوفوا الناس الكل قاعده تطير في السيرفر, طيروا طيروا شيخو به. انتوكا هوني نكون وصلنا لنهايه الفيديو, فيديو خفيف نصائح لكن فيديو خفيف لكن نصائح مهمة جدا جدا وتساعدك برشا باش تصير أدمين. دونك ننصحك انك تتبع النصائح هذوما وتشوف الفيديو الاول, معناها الفيديو الاول هاشتاج واحد متاع كيف تصبح أدمين على خاطره مهم جدا. هذاك فيه كيف الكومنتس اللي يسألوك عليهم في تيست الأدمين. دونك امشيوا للجزء الاول وتفرجوا عليه مهم برشا. ما تنساوش تعملوا لنا اشتراك في القناة, اللايك متاعكم نحب الفيديو هذا يوصل كيما الفيديو الاول تقريبا 350 لايك وصل, حب الفيديو هذا يوصل 350 لايك ولا 400. الناس الكل تهبط تعمل اللايك متاحة ويلا تويك. نقول لكم باي باي الناس الكل.